خلص نمحو أميه أو العلم قوان. تخيل الحملة دي بنقدر نمحو أميه 5000 مواطن في جميع المحافظات. الحملة دي بتبقى تكملة الحملة عملها من سنتين برضو كانت العلم قوة، بس سمحينا فيها أميه 46000 مواطن، فاحنا لازم نكملها. تخيل المنتجات اللي احنا عارضينها، المنتجات دي بتبقى العائد منها بيساهم كجزء في المشروع، يعني بيروح نسبة منه للمشروع. فبنبدأ ان احنا بعد كده نستخدم الفلوس دي او التبرعات دي، نبدأ نعمل بيها فصول، نبدأ نجيب نادي المحافظات، نبدأ نقسم كمان المدرسين او ندربهم، يعني نعملهم تريننج كده قبل ما يبدأوا ان هم ازاي يتعاملوا مع الناس ان هم الكبار في السن، وازاي يعلموهم، بحيث ان احنا نحقق المشروع ده، نزود عدد كمان المتعلمين. تخيل الحاجات المعروضة. لما عرفنا ان صناع الحياة نازلة لمعرض الكتاب، احنا معظمنا اصلا كان متطوع في صناع الحياة، وفي ناس لسه مازالت متطوعين. فصناع الحياة عرضنا عليها الفكرة وهي شجعتنا، ونزلنا مع صناع. ما كناش متوقعين الاقبال ده، لان احنا ما كناش بنصور، كنا اول مرة نصور يعني مننا للعميل على طول. كان دايما بيبقى مثلا لو ايفنت منظمينه وننزل احنا نغطي الايفنت، او ناس جايبانا مخصوص نصور. اول مره كان يبقى بالطريقه دي، فالحمد لله كانت الناس مبسوطه، في عدد كتير بتيجي تتصور معانا. فاذا هو احنا هنا، هو استفاد واحنا استفدنا. هو استفاد ان هو خد جزاء في الدنيا وفي الاخره، كمان احنا استفدنا منه ان هو ساعدنا ان احنا نعمل مشروع لناس، يعني ندخل لهم رزق احلام في بيتهم بعد كده من غير ما يحتاجوا ان هم يمدوا ايديهم. فدي كل فكرتهم، ودي فكره المشروع كمان نازلين بيه.